كيفك؟ كاين البيضة حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا دائما بالصحة والهنا وراحة البال. مرحبا بكم في الطيارة في الرجوع إلى أرض الوطن، الرجوع إلى المغرب إن شاء الله. إحنا دابا 5 سوايع وحنا في السماء، قررنا نوصلوا إن شاء الله، تكون بقات لنا شي ساعة وكاك. الله يوصلنا بخير وعلى خير. بغيت نصور لكم شوية دابا كيقدموا لينا الفطور ولا ليلة ملي طلعنا عطاونا العشاء، دابا هذا كيتسمى الفطور ولا السحور ولا اش كيسميو. المهم المضيفة تا هما قدامنا قدموا لينا هاد الوجبة، باقي ما عرفناش شنو. كيف تروح؟